طلع. هسه عندنا الحالة الثالثة، المثال الثالث عن الحالة الثالثة. زين، اللي هو ايش يريد؟ يريد find دي حالة ثالثة. خلنا نقرأ. determine the size of size يعني قياس أو قطر. احنا size للبايب يعني قطر. of clean wrought iron نوعية البايب wrought iron pipe require مطلوب to convey يعني يوصل 250 لتر per second شنو oil. النيو مالته واحد في عشر ناقص خمسة 3000 متر، 3 كيلومتر تقريبا 3000 متر. وذا هيد لوست يريده 25 متر. فشنو قياس الدايمتر؟ فعندي المعلومات كيو والال والاتش اف. الاي مين اجيبه؟ روت ايرون. اروح للمودي دايجرام اشوف هنا ريفت ستيل، كونكريت، وود ستيل، كاست ايرون، كالفنايزد، اسفلت، كوميرشال ستيل، روت ايرون. شوفوا هذا روت ايرون ايش قد الاي مالته؟ 0.046. فهنا 0.046 الاي مالتها. زين، هسه قلنا اول شيء اروح الدارسي، والدارسي اطلعها بدلاله الدي. ليش؟ لان الاف انا حفرضها اكيد، الان مطي الفي مطي المطي كيو، فاذا اكتب معادله الدارسي بدلاله الكيو. ف 8 اف ال كيو سكوير على جي باي سكوير دي 5، او تريد تكتب 12.1 تلغي هذول كلها 12.1. فاذا الدي اخليها على صفحة، هذه الدي خليها على صفحة، واخلي المجموعة هاي كلها المعلومات موجودة والمفروضة اخليها على صفحة. فشوفوا الدي اس 5 8، ال 3000، الكيو ايش قد مطيه؟ 259.25 السكوير، جي 9.8، الباي سكوير، الاتش اف مطيني 25. فهذه هاي الارقام اضربها مره واقسمها واخليها على صفحه، اذا الدي اس 5 ايش تساوي؟ 0.62 اف. ها، فاني الاف مالتي مفروضه من ارجع عليها مره ثانيه بس اضرب الاف في 0.62. ليش اضرب هذا في هذا واقسم على هذا؟ تاخذ وقت من عندي. 0.62 واف اسويها معادله واحد. زين، هسه عندي الاي اوفر دي، عندي الدي رينولد انا لازم اطلع. انا ليش بدي اطلع هاي؟ على مود اروح الرينولد، رينولد في دي اوفر نيو. فالدي عندي انا معتمده على الاف، ف والفي اكتبه مكان الكيو بدلاله الكيو 4 كيو على باي نيو واحد على الدي. فهمينا هذه اطلع فد رقم، ها، واخلي الدي رينولد بدلالة الدي. فمن اطلع، من افرض الاف اطلع الدي اخلي الدي هنا يطلع عندي الرينولد. زين، هسه اسيوم اف 0.02. هسه واحد يقول لي ليش مو مثل السؤال الثاني، الحالة الثانية، ليش ما اختاريت اف بدلالة الاي اوفر دي؟ مو اقول انا الدي ما عندي اصلا هنا الاي اوفر دي، مو كنا بمودي دايجرام واروح اخذ خط عدل اطلع اف. هنا الدي ما عندي بهاي الحاله، فاي اوفر دي ما عندي فما اقدر. اذا لازم شو اسوي؟ افرض الاف اي رقم، مثلا خلي يكون 0.02. فمن فرضت ال 0.02 ها اطبق بمعادله واحد هنا ال 0.02. خل اشوف عندي حاسبه، شوفوا هنا الطلاب اذا مبينا، شوفوا 0.02 اللي يكبر تشوفوها 0.02 هنا. زين، بما نضربها في 0.62 طلع عندي رقم. زين، دي اس 5 هسه شلون اطلعها؟ اقول اس 1 على 5، فهنا ادوس عندي اكس اس اس. اذا تشوفون دقيقه عندي هنا اكس اس، افتح قوس هو حيفتح لي قوس،
واحد تقسيم خمسة أسد القوس، إيش قد يطلع عندي؟ بوينت أربعة خمستاش، خمستاش ستة، فشوفوا هنا إيش قد طلعت؟ بوينت أربعة تقريبا خمسة صار ستة، بوينت هنا إيش قد طلع عندي؟ بوينت أربعة خمستاش ستة، الستة تتقرب للخمسة، الخمسة تصير ستة، فتصير بوينت أربعة ستاش، بوينت أربعة ستاش، واضح طلاب؟ فجربوها بيديكم الطلاب، وكل واحد حاسبته تختلف ترى، مو تقولوني ما أعرف. زين، فطلعت عندي بوينت أربعة ستاش، هاي من إكويجن واحد خليته هنا. زين، طلعت عندي دي أخليها هنا، يطلع عندي رينولد فروم إكويجن. زين، هسه الـ E أوفر دي، وأنا طلعت الدي، ها هاي شوف انتبهوا هنا، أنا إيش قد طلعت؟ بوينت أربعة ستاش متر. الاي هنا ملي متر، فلازم تسوي الدي هم ملي متر، فتضربها في الف، او هاي تقسمها على الف وهاي تبقى 0.46. يعني انتبهوا طلاب للوحده، صار كم مره اعيدها، انتبهوا للوحدات لا تغلطون، ملي متر ملي متر، متر متر، واضح؟ زين، يعني انا هواي طلاب بالامتحان يقول استاذ ما ديت خارج الجدول، يا بشون خارج الجدول؟ اذا انت مقسم مليم على المتر طبعا ما تطلع، او متر على المليم ما تطلع طبعا. فايش قد يطلع عندي؟ 0.001 3 قواص صفر. زين، ورينولد انا طلعته ايش قد؟ هاي 0.000 يصير 7 في 10 يصير 4. اذا رينولد واي اوفر دي اطلع الاف ايش قد طلعت؟ 0.019 هم شويه مقبوله عن ال 0.02، لا هم فرق هواية. اذا خلنا ناخذ 0.019 مرة ثانية، 0.019 وين اوديها؟ اوديها هنا اطلع الدي، طلعت الدي اخليها هنا يطلع عندي رينولد، فالدي طلع عندي والرينولد طلع عندي والاي اوفر دي، اذا الاي اوفر دي والرينولد طلع عندي الاف ايش قد؟ 0.019، هذا يشبه هذا، اذا اوكي، اذا الدي الاخيرة ايش قد صارت عندي؟ 0.414 يعني 414 مليم، فاذا الدي 414 مليم، واضح؟ زين، الهوم ورك طلاب هذا السؤال عيده بدون مودي، واضح؟ لازم تحل بيدك، يعني سوي تجربه لازم تحل بيدك، اذا عندك مودي واذا ما عندك مودي، فايش حيصير عندك هنا؟ هنا عندك مود ايش كم مره استخدمته؟ هسه هاي مره استخدمته، مره ثانيه بهذا الاستخدام عندك ايش حيصير؟ تستخدم المعادله الاف عندك حصير يمنى ويسرى بها ترايل اند ايرور، وهنا هم حصير ترايل اند ايرور مره ثانيه، فحصير عندك المعادله تستخدمها هنا وتستخدمها هنا، وهو اسيوم، فاسيوم وهنا اسيوم يمنى ويسرى، يعني تاخذ وقت شوينه طلاب، فحلها بيدك كهومورك هذا، واضح؟ يلا شكرا طلاب.